الاعتماد الوالدة الاستراتيجية. اوكي نشوف خطط المقرر عشان نعرف سلسلة المحاضرات. طبعا في مجموعتين بياخذوا المقرر، انتم المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى اللي بتكون السبت اثنين أربعاء، والمجموعة الثانية أحد ثلاثة خميس. أنا عامل الخطة لمدة ثلاثة أسابيع، أعتقد إنها بتكون كافية لتغطية المادة. زي ما أنتم ملاحظين هذه 9 محاضرات وهذه وحدات، والكتاب 12 وحدة، لكن إحنا نركز على 11 وحدة، يمكن أغطي 14 وحدة. طبعا الكتب العربية وزي الكتب الأجنبية، الكتب الأجنبية الفصول تكون مقسمة يعني بالضبط، كل فصل 20 إلى 25 صفحة. الكتب العربية فصل 25 صفحة، فصل 5 صفحات، فصل 35. لذلك بتلاحظوا إنه في بعض الوحدات يعني مثلا الثانية والتاسعة الخامسة والسادسة في محاضرة. أوكي؟ لأنه كل الموضوع بسيط جدا. أوكي؟ زي التطبيق والأعمال الاستراتيجية، الموضوع بسيط يعني الوحدتين بيتجاوزوا يعني 10 سلايد إلى 15 سلايد شريحة. طيب هذه بقى الوحدة الأولى اللي هي مقدمة في الإدارة الاستراتيجية. بعدين في 4 مراحل أساسية للإدارة الاستراتيجية. طيب نقول مثلا الإدارة الاستراتيجية، إيش انطباعكم الأساسي لما تسمع إدارة استراتيجية؟ إيش تتوقع إنك تدرس في المادة؟ يعني إيش الفرق بين إدارة في إدارة مشاريع، في إدارة استراتيجية، وفي إدارة مالية، وفي إدارة تسويق؟ إيش توقع أي مجال الإدارة الاستراتيجية؟ ويختلف عن بقية مجالات الإدارة المختلفة. التخطيط بشكل عام مكثف، يعني ابتداء من التخطيط الاستراتيجي إلى التخطيط التنفيذي. أوكي. بشكل عام. يعني في فرق بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية ولا هو نفس الشيء؟ أيوه في فرق. هذيك تدرس الجانب النظري، هذيك تدرس الجانب التطبيق العملي والرقابة الاستراتيجية كمان. إلى جانب الرقابة الاستراتيجية، تطبيق استراتيجي زائد رقابة استراتيجية. تكون مكملة. التخطيط الاستراتيجي هو وضع الخطة، لكن الإدارة يشمل التخطيط، يشمل الرقابة، يشمل السيطرة، يشمل الدفاع. السلام عليكم. لكن الفرق الأساسي أن الإدارة الاستراتيجية نتكلم على المنظمة بشكل عام. نتكلم على إدارة التسويق والإدارة المبيعات والإدارة موارد بشرية. مجال عمل الإدارة الاستراتيجية هو مجال عمل المنظمة كاملة، استراتيجية المنظمة. أوكي؟ بعدين نفرق بين المستويات المختلفة الاستراتيجية. لكن لو قلنا مثلا إيش مراحل الإدارة الاستراتيجية، المراحل 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى تحليل. مرحلة التحليل، الثانية التخطيط عن بعد. المرحلة الثالثة التخطيط الاستراتيجي، المرحلة الرابعة الإدارة الاستراتيجية. هذه مراحل. اوكي وهذا التطور التاريخي للاداره الاستراتيجيه، يعني وتبدا بموازنه تقديريه. أيه. اللي هي المرحله الاولى بموازنه تقديريه، المرحله الثانيه مرحله طويله الاجل من 3 سنوات الى 5 سنوات. صح. ومده تكون طويله الاجل، والاشراف يكون تحت قياده ايش؟ الاداره الوسطى والمباشره. اما الاداره الاستراتيجيه تكون تحت مسؤوليه الاداره ككل. صحيح. الان ايش تفرق بين شيئين؟ هذا التطور التاريخي للاداره الاستراتيجيه، كيف وصلوا الناس الى الاداره الاستراتيجيه؟ مش كل الشركات تطبق الاداره الاستراتيجيه. في مراحل التطور التاريخي، لكن في مراحل الإدارة الاستراتيجية. في التطور التاريخي كيف متى وصلنا للإدارة الاستراتيجية؟ اللي قرأنا صدري هذه 4 مراحل. اوكي؟ ونتكلم عليها بعد في نهاية المحاضرة الأولى. لكن أتكلم أنا الإدارة الاستراتيجية نفسها، إذا اعتمدت الإدارة الاستراتيجية كمفهوم كأداة، في 4 مراحل بتمر فيها ضمن الإدارة الاستراتيجية. مش ما قبل الإدارة الاستراتيجية، هذه المراحل اللي قبل الإدارة الاستراتيجية. لكن الإدارة الاستراتيجية نفسها هي 4 أشياء. اللي تقسيم الكتاب كامل. لا بتطبيق التطبيق الاستراتيجية والتخطيط التطبيق من النهاية. التطبيق والرقابة هذا آخر شيء. تحليل البيئة. والبيئة الداخلية والبيئة الخارجية. صياغة الاستراتيجية. بعد التنفيذ أو التطبيق بعد الرقابة. أول شيء تحليل. هل أنت في الاستراتيجية تتكلم على المستقبل ولا تتكلم على الماضي ولا تتكلم على الحاضر؟ المستقبل. تتكلم على المستقبل. قبل ما تفكر في المستقبل لازم تعرف وضعك الحالي. يعني انا قبل ما اضع خطه لي كطالب مثلا لازم اعرف الان انا خطتي ان انا ارفع المعدل التراكمي من 75 الى 80، هذه خطه مستقبليه.
لازم قبل ما تفكر بالهدف المستقبلي تعرف الان وضعك الحالي، كم معدل اللي تركوا الى فالتحليل، تحليل الوضع الحالي، افهم وضع الشركه الان عشان اعرف انا ايش اشتي في المستقبل. الشركه عندها وضع داخلي داخل الشركه وعندها وضع خارجي البيئه الخارجيه. فالمرحله الاولى انك تفهم الوضع، وضع الشركه داخليا وخارجيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هذا إيش؟ هذا تحليل بيئة خارجية. المرحلة الأولى. نكتب معك الداخلية والخارجية. السلام عليكم. المرحلة الثانية. صياغة الأهداف. الرسالة والليس صياغة الاستراتيجية. طيب. وتبدأ بالرسالة والهدف. تمام؟ بعدين الاستراتيجية. إيش الفرق بين الأهداف والاستراتيجيات؟ ما في فرق بين الهدف والاستراتيجية؟ الأهداف والغايات اللي تستسعى إلى تحقيقها في المستقبل. هذا الرسالة هي البنية الشيء التعريفة للمؤسسة وهيكلها العام. هذه الرسالة، لكن الأهداف والاستراتيجية. الأهداف والاستراتيجيات. الاستراتيجية هي الخطة التي تنشأ عليها تحقيق الأهداف. لكن احنا الان لما نتكلم على خطه جزء منها اهداف جزء منها استراتيجيه. خطه وثيقه، وليس عليك خطه عباره عن وثيقه. وثيقه تتضمن ايش؟ تتضمن الاهداف والاستراتيجيه وطريقه للتنفيذ طريقه الرقابه. الخطه يعني الاستراتيجيه تمام داخل الخطه. استراتيجيه الاساليب والوسائل. ايوه الاستراتيجيه الوسائل. انا هدفي مثلا زياده المبيعات، هذا هدف. النتيجه المرغوبه زياده المبيعات بنسبه 10% في الربع الاول من عام 2019. هذا هدف. الآن كيف أزيد الأرباح أو المبيعات بنسبة 10% في الربع الأول من عام 2019؟ عمل مثلاً حملة تسويقية. حملة تسويقية هي مش هدف، هي أداة أو وسيلة لتحقيق الإيش؟ الأهداف. الأهداف. طيب. وسائل. الوسائل أو الأساليب. الأساليب. تساعدك إيش؟ لتحقيق إيش؟ تحقيق الأهداف. الأهداف. طيب. السلام. الجزء الأول تحليل البيئة، فهمت الوضع الداخلي والخارجي. الجزء الثاني الصيغة الاستراتيجية، الأهداف والاستراتيجية. هذا الجزء الثاني اللي هي الأهداف والبدائل الاستراتيجية. بعد صياغة الاستراتيجية المفروض أنك تنفذها بالسوق، تطبيق الاستراتيجية وتنفيذها. خلال التنفيذ تعمل رقابة. لو أنتم أخذتم مثلا بالصلاح الرقابة رقابة والسيطرة، أيوه في رقابة وصاحبة وفي تقييم. التقييم ممكن يكون متى؟ متى عادة يكون التقييم؟ قبل التنفيذ داخل العام؟ قبل الوقت بعد التقييم ممكن يكون عقد التقييم التقييم ممكن يكون قبل وأثناء الأثناء ممكن يكون بعد، لكن الرقابة فيما لاحقا الرقابة مصاحبة باستمرار لكن خلاف على الهدف. لكن خلاف على الهدف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمجنا فأقصد أنه أنا الآن يعني خلال أعطي كده فقط لمحة عامة على المقرر. لاحظوا أن الآن الحصول أو الوحدات هي مقسمة حسب إيش؟ حسب مراحل الإدارة الاستراتيجية. أوكي؟ أبدأ بالتحليل البيئي الداخلي والخارجي، بعدين أصيغ الاستراتيجية، وبعدين أضع آلية التنفيذ، بعدين أضع آلية الرقابة. فهذا التسلسل المنطقي للمادة كاملة. في المحاضرة الأخيرة بناخذ حالة عملية شاملة، لأن احنا الآن بنتكلم هنا على جزء من الإدارة الاستراتيجية، هنا جزء هنا جزء هنا جزء، بنتكلم على التخطيط الاستراتيجي لما ضع خطة استراتيجية شاملة، أنت بتكون في هذه المراحل كلها. فاحنا بناخذ أمثلة، بنتكلم على التحليل البيئة الداخلية والخارجية، على الصياغة الاستراتيجية، على التنفيذ، على الرقابة، بنتكلم على أمثلة جزئية. لكن في نهاية المادة المفروض أن يكون في عندك خطة شاملة. يعني من ألف إلى ياء زي ما يقولوا يعني. أوكي؟ ناخذ مثال مثلا عن شركه مثلا طبقت كل المراحل هذه في خطه واحده بحيث تعرف انت كيف تصيغ استراتيجيه من الالف الى الياء. مشروع الماده او مخرج الماده، ايش الهدف من الماده؟ ايش الهدف العام للماده؟ تحت الاي اداره استراتيجيه تخلص الماده ايش المفروض؟ تكون قادر على وضع استراتيجيه للمنظمه ككل. هذا الهدف من الماده. لذلك الهدف هذا انت بتحققه من خلال فهمك للجانب النظري وامثله من شركات طبقت هذه المفاهيم كلها وبتطبقه على شركه. يعني الحين عندنا مثلا 60 ممكن تكون على الامتحان النهائي و40 على المشروع. المشروع كل ثلاثه طلاب يختاروا شركه تعمل في السوق المحلي، مش شرط انها تكون شركه يمنيه.
شركة تعمل في اليمن، سواء كانت محلية يعني يمنية أو تكون شركة عالمية لكن موجودة في اليمن. وكل ثلاثة أو اثنين أو واحد، يعني كثير ثلاثة أو ممكن اثنين أو ممكن شخص، الناس اللي بيشتغل لحاله لكن أظنك تشتغل على غيره. فتختار الشركة وتطبق عليها، المفروض إنك تبدأ من الآن، يعني المفروض إنه المحاضرة القادمة يكون الشركة موجودة عندك. على أساس ما تنتظر لما تنتهي المادة، بعدين تبدأ تشتغل في المشروع، وبعدين تدخل في الامتحان النهائي. عليك الوقت. المفروض إنه تتقسموا مثلاً كل ثلاثة طلاب مثلاً تتقسموا مجموعة، وفي المحاضرة يجلسوا مع بعض. والمحاضرة الجاية يكون قدام معاهم الاسم اوكي. وبعدين كل ما نشتغل مثلا موضوع ممكن نتوقف كده خمس دقائق، وبعدين كل مجموعة يشتغلوا ايش مثلا ايش نقاط ضعف حق الشركة، ايش الفرص، ايش التهديدات، ايش البدائل الاستراتيجية المناسبة للشركة. دكتور، هل شركة او مؤسسة حكومية او عادي؟ ممكن تكون مؤسسة حكومية، ممكن تكون شركة، لكن الاطباء الحكومي ما بيطبقش في اشياء كثيره بنتكلم عليها ما تطبقش فيها. يعني بنتكلم على المنافسه، مثلا الاطباء الحكومي ما يشبهك منافسه، يعني احتكار، يعني هل جامعه تعز مثلا تتنافس مع الجامعات الخاصه؟ لا، بس هي إيه شيء الدور اللي موجودين عندها يعني اكثر مما تحتاجه. الجامعات الخاصه في تنافس مع الجامعات الخاصه الاخرى. هيا مثلا تقول لك انا قلت لك اذا اخذت مثلا مؤسسه حكوميه في اشياء كثيره صعب، مثلا بنتكلم عن الاستراتيجيه التنافسيه ما بتستطيع انك تطبقها على الجامعات. الجامعات الخاصه لانه ما في عندهم تنافس اصلا، يعني المستشفى الحكومي بيتنافس مع المستشفى الخاص. المستشفى الخاص عنده جوده معينه للخدمه الصحيه وتكلفه كبيره، وهذاك عنده يعني شبه مجانيه. بس فانا يعني هي ممكن مش انه ممكن انك تختار. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اعتقد انه بيكون صعب، يعني صعب انك تطبق اشياء كثيره في المادة عليك. هذا افضل طريقه للعمل المشروع. يا دكتور بس شوف يعني مثلا احنا 30 و 30 احنا بمعدل 10 شرائط، وكمان الجماعه اللي بتشتغل 10 شرائط 20 شركه. بس شوف ماشي ما تقدرش الله 5 شركات. كويس. لا هو انت خدمي و لا ما بطلبش منك في معلومات مثلا في الخطه المفروض انك تحصل عليها من الشركه. يعني من قطاعات، لكن المعلومات اللي انا اشوفها مثلا قد تكون سريه وصعب الحصول عليها ما بطلبش منك اصلا. انت مش شرط اصلا انك تروح الشركه. انا اخترت مثلا الشركه اليمنيه مثلا للالبان والاغذيه الوطنيه، هذه في العمان حق العصائر حقتها. قد يكون صعب انك تروح العمان وتلتقي بالمدراء وتجمع معلومات، لكن انت من فهمك للمنتجات ومن وجهه نظرك اخترت لهم خطه استراتيجيه. انت مش شرط انك تعمل خطه استراتيجيه فعليه، انت بتسالهم اذا تشتغل الخطه الاستراتيجيه الفعليه هم الان تبني عليها. لكن انت ممكن تقترح خطه استراتيجيه. في اشياء كثيره ممكن تصيغها من اطلاعك ومن رؤيتك للسوق ومن تحليلك. يعني ممكن مش شرط انك تروح اصلا الشركه اصلا. طريقه ثانيه او خيار ثاني، ممكن تفكر في مشروع شركه جديده تشيل تنشئها، عندنا خطه استراتيجيه. طيب عندكم ماده اسمها الرياده صح؟ بس يا دكتور معكم ماده اسمها رياده الاعمال؟ ماشي. في يمكن مجموعه ثانيه يدرسوا الان رياده الاعمال. رياده الاعمال اللي هي اداره مشاريع صغيره، كيف تنشئ مشروع؟ انت ما اقول والله ليش تعمل مثلا تبسيط دراسه جدول. دراسه جدول تختلف. دراسه جدول تختلف. الخطه الاستراتيجيه للشركه قد اوريدي موجوده، دراسه جدول لمشروع هذا مش موجود. انت بتفترض ان معك شركه وتطبق عليها الخطه الاستراتيجيه. دراسه الجدول انت تفترض ان عادك تعرف هل بتاخذ الشركه ولا بتاخذ الشركه. فكره المشروع. بس يا دكتور انا ما دام ليش عم اي شيء رياده الاعمال؟ لا مش موجوده. لا ما كانش موجوده بالمقرر. الدفاع القديم ها؟ كانت الخطه الجديده الهندسه. انت مهندس صح؟ من الناس الهندسه ها؟ موجوده في الاداره من الهندسه. لا الاداره في الاداره. الاداره؟ لكن احسن من طيب في المحاضره التاسعه بناخذ حاله عمليه شامله على اساس نطبق كل المفاهيم اللي اخذناها في المحاضرات السابقه. طبعا انا ما اعرفش عندي بالعربي خطه استراتيجيه شامله، لكن هذا هو الكتاب. طبعا الكتاب موجود كبي دي اف، انا عملت الكتاب والسلايدات نفس الكتاب يعني، لكن السلايدات مختصره وعملتها في جوجل درايف. حلو مع الاستاذ نجيب ممكن تعمل له شيرنج. طيب ان شاء الله تاخذ الرابط عشان تحمله الكتاب والباوربوينت. اللي عنده كتاب ورقي هذا الكتاب اللي هو مطبوع هو نفس الكتاب.
بس يمكن هذا الكتاب الأغلى أعطى حدا من ثلاثة يعني بتكون حكا بيفو إطالة تلقى الرقم سنة 2017 بيفو بأخذ هلا لقى 2017 نعم هذا الملخص كثيرة على الكتاب عملنا لي هنا مش موجود عندي النسخة هذه لكن ليش صغير يعني ما اعتقد انه بيكون في فرق كبير جدا في الجانب النظري والفرق ممكن يكون في الحالات العمليه هذه فقط يعني ده يوفي بالغلط دكتور هذا يوفي بالغلط هذا ما طلعت علينا واذا هو نفس المؤلف هذه في نفس المؤلف وصل عليه ايش انا اقول لكم لا في اكثر من اسبوع قوي في 2016 هذا الدكتور في وين اقول لك في وين اقول لك لا يا فاضل البدايه